بسم الله الرحمن الرحيم. بمجرد واحد يفتح الباب ويدخل جوه العربية بيحس يعني هو دخل في يعني الدنيا حر قوي. فايه الحلول؟ الحلول بسيطة. اول حاجة حاول تركن تحت اي ظل او شجرة او بيت، بحيث ان الظل ده بيخلي الجو حلو حتى لو انت حاسس ان مفيش فرق. لا، في فرق تقريبا 10 درجات. تمام. طيب اول ما تدخل افتح الباب بالازاز شوية كده عشان الهواء الساخن يخرج، وبعد كده شغل العربية. انت قبل ما تقفل المحرك لازم تخلي ده على الصفر، تمام؟ ولما تشغل تبدأ تخليه واحد. لو انت ما خليتوش على الصفر كده ممكن يتحرق منك وبيبوظ بسرعة، تمام؟ وبعد كده خلي الهواء ينزل لتحت. ليه؟ على اساس ان هو يدفع الهواء من تحت لفوق ويخرج من الفتحة دي، تمام؟ وخلي الهواء يجي من بره. الهواء اللي بره بيبقى اقل من الهواء اللي جوه العربية، تمام؟ فكده بدل ما كان بيقعد مثلا 5 دقايق 10 دقايق لحد ما الهواء يبقى كويس، كده ان شاء الله في اقل من دقيقة الجو هيبقى كويس معاك، تمام؟ بعد كده لما يبقى كويس تروح قافل الازاز تاني.